يلا بعين الله. شو نقول له بالشارع سهل؟ شو نقول له؟ نقول له رحال عنا ودشرنا بحالنا. يرحل حاجة يقتل من هالأطفال ومن هالشيوخ ومن هالشباب. طب هون الطفل شايف انه كانه يعني بياخذ حليب او شيء، عم تنوا له مات الحليب هاي؟ بكفيها الحكي هذا؟ بكفيها الحليب؟ لا عم بكفي. اذا كان الطرقه مقطوعه ما عم يخلي يوصلنا لا حليب، عم يخلي يوصلوا لنا شيء معيني، ان ما عم يعطونا لا معين ولا عم يعطونا شيء هون. طب بالنسبه للطيران هذا يعني او القصف بشكل دائم، انتم شو بتتصرفوا بساعتها؟ شو نتصرف؟ عم نقول لك نتخبى بالدور، اللي بتحكم داره عمال يموت تحت الريم، واللي ما عم يطلع الشوارع عمال يشقى. لا حول ولا قوه الا بالله. مدينه الرستان، يعطيكم الف عافيه يا خالي، والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. والله يحميكم هالشباب وهالاطفال الصغار. امين. هذه حال مدينه الرستان واطفال مدينه الرستان ومعاناه احد العائلات، وهذه العجوز اللي بتحمل احفادها ورغم أن الطريق غير آمن من القصف المتواصل على مدينة الرستان.